سنتكلم اليوم عن عصر الظهور. ظهور ماذا؟ لا تقل ظهور الأنعام، ولا تقل ظهور بني آدم، ولا ظهور المهدي المنتظر. شنو المهدي المنتظر؟ كلنا يعلم من هو المهدي المنتظر، كلنا يعلم من المهدي المنتظر، ولكن الذي لا نعلمه جميعا أن السعودية التي تدعي أنها رائدة الإسلام، أو أنها التي ستمثل الإسلام وأنها تحافظ على الإسلام، الذي لا نعلمه أنها تنشر القناصين في كل مكان، قناصين وبالذات في الحرم، هذه ينشرون القناصين في أبواب في العمارات أو العمائر التي جوار الحرم. لماذا؟ حتى لا يظهر المهدي، فإن ظهر المهدي أطلقوا عليه النار وقتلوه. لماذا يا إخواننا؟ لماذا يا سعوديين؟ لماذا هذا؟ أقول لماذا السعوديين يكرهون المهدي أو ظهوره ويتجهزون له بالقناصين ليقتلوه؟ أنا أقول لكم لماذا؟ لأن المهدي المنتظر سيخرج، أول ما يخرج ماذا سيفعل؟ سيقتل العرب جاحفة مطمهرة. شنو جاحفة مطمهرة؟ أي على بكرة أبيهم. يقتل العرب، نعم يقتل العرب والعجم، ويقتل كثير من الناس. من ما يدلله الإسناج؟ شنو ما يدلله الإسناج؟ هذا كما جاء في حديث في كتاب الكافي للمزخلج الباجي، أنه العرب ستقاتل من المهدي، والمهدي سيبيدهم عن بكرة أبيهم، ولهذا العرب يكرهونه. طبعا المهدي سيأتي وسيحفر قبر أبا بكر وعمر، ويقول الإمام عليه السلام: يا أيها الناس، من دفن هنا؟ فيقولون: صاحباه وضجيعاه وخليفتاه أبا بكر وعمر. فيأمر النقباء أن يحفروا، الله، يضع المعول، ما أدري الفأس أو المحراثة أو الكرك، فيضعون المعول فترعد السماء، ترعد، فيهابون المنظر، ويقولون اللي أمرهم الإمام، يقولون: إنما ذا لذا، يعني ترى هاي معجزة إلهية احتراما لأبو بكر وعمر. تمحيص، حتى هنا تمحيص. تقول الرواية: فيتركونه عليه السلام، ويكون هو أول من يضرب بالمعول. يعني هم يتركونه، يقولوا له: لا، هاي كرامة لأبو بكر، بس ردنا نحفر، السماء اهتزت ورعدت، فيتركون الإمام عليه السلام. شنو بعدين؟ فالإمام عليه الصلاة والسلام هو أول واحد يحفر. تقول الرواية: فيفضل في ذلك اليوم بعضهم على بعض، لأن ناس راح تبقى مع الإمام وناس تروح، وهذول من أصحاب المقروض. لماذا؟ هكذا مزاج. على العموم، ماذا سيعمل بأبا بكر وعمر؟ سيقتلهما عندما يحفر. سيقول البعض: ولكنهما ماتا. نعم ماتا، ولكنه سيحييهما ويقتلهما، ثم يحييهما فيميتهما. فعندما يميتهما يحييهما فيميتهما ويحييهما. يخرج الإمام المهدي أبا بكر وعمر غضين طريين كأنهما دفنا الآن، ويؤمر ويأمر أن يصلب على شجرتين خاويتين، شجرتين خاويتين ميتات. شوف ركز. فيقول فتورق تلك الشجرة وتصعد إلى عنان السماء، يعني الشجرة ميتة، يحطون عليها أبو بكر، يشدونه، يرجعون الشجرة، طلع زرع وورد وطلع ثمار وتصعد إلى السماء. فيتعجب الناس، شجرة ثانية بها عمر نفس الحالة، فيتعجب الناس ويقولون: يا للكرامة والفضل عند الله من كرامة أبي بكر وعمر. يعني شوف بس انحطوا على الشجرة، الشجرة وردت وطلع الثمار، وهذا امتحان للناس الذين في قلبهم شيء من حب أبي بكر وعمر، شيء صغير. فيأمر الإمام عليه السلام أن يقف الناس إلى جمعين، جمع يحب أبو بكر وعمر، جمع يكره أبو بكر وعمر. تقول الرواية: فيأمر بريح سوداء تحرق أبو بكر وعمر ومن أحبهما، وتجعلهم كالنخلة خاوية. بعدين يحييهم، تقول الرواية: ويذكر لهم ما جرى من ظلم وقتل واغتصاب من بدء آدم حتى يأتي إلى دخولهم على بيت فاطمة، على مقتل النبي ومقتل أمير المؤمنين ومقتل فاطمة ومقتل الحسن والحسين. تقول الرواية: ويأتي بالحطب الذي جمع على بيت فاطمة. هذه عندنا رواية. ويقتلهما مرة ثم ترمي
حتى يبرد قلبه. شنو يبرد قلبه؟ أي يطمئن قلبه أنهما ماتا موتة رائدية. حتى عمي جزا شنو رأيك يعني كذا، هذا هو داري المهدي هذا الخبر. طبعا المهدي سيقتل العرب وأبا بكر وعمر وكل من عاد آل البيت. أي شخص عادي آل البيت حتى لو كان ترامب، ترامب سيقتله. لا يوجد عنده لا أمريكا ولا الاتحاد السوفيتي ولا غيره. طبعا الذي نعرفه كلنا جميعنا نعرف أن المهدي المنتظر لديه قوة خارقة، فهو لا تؤثر فيه الصواريخ ولا الرصاص ولا المدافع ولا الدبابات ولا المنجنيق ولا أي شيء، حتى الفيروسات لا تدخل إليه ولا يصاب، فهو يتحكم بالمرض نفسه. طبعا الغرب أخذوا من المهدي قصة سوبرمان، نعم أنه حاد النظر، أنه كيف أخذوها؟ لأنهم سرقوا علينا كتاب عام 327 قبل الميلاد، وفيه قصة المهدي وأفكاره وما إلى ذلك. نعم المهدي المنتظر أقوى من قرنديزر. تعرفون جميعا من هو قرنديزر الذي الصحن الدوار؟ علي علي بطل فليد هيا طير يا قرنديزر، هذا المهدي المنتظر أفضل منه وأقوى منه، أقوى من طرزان، أقوى إنسان على وجه الأرض، يتحكم في النار في البحر في الصخور في كل شيء، حتى أنه إذا تجشأ تكونت سحاب فتمطر رصاصا أو عذابا على من يكره آل البيت. وإذا غضب من قرية تحول إليها ويرسل إليها النووي على طول. هنا يسألني أحدهم قال لماذا نخاف من السعودية أن تقتل المهدي بالرصاص وأنت قلت أن المهدي لا يؤثر فيه الرصاص؟ انتهت الحلقة.